السلام عليكم خياتي أزول فلكوت. نبدأ الفيديو كما العادة بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. خياتي هاني وليت لكم بالفيديو الثاني، إن شاء الله راح ينال إعجابكم. أزول فلكوت تتي حدايا، مرحبا يتكون طلاشاني، ومرحبا سيدي لان، مرحبا سيدي ديانان، مرحبا سيدي طلين. وتكتم انت هكذا كنت قرأ هي الفكرة، تكتم انت عصا فيديو تك انت لك مونتير قد جامني يا كنت تحدي يتك تسودي متاقج وغيرنا كنت تخذ مع ثورة لا دوزيان فيديو نكتب عنا لا فيديو ني ثم زواروت. ان شاء الله هتليكو ذا خطأ نكونت، ان شاء الله هتسفيدي مثل مليح دي سنت خطأ البوتي ودي لا فيديو يكي كنت تخذ مع ماشي باش كنت تسكينها كنت تقلي خذ مع الوعدة البوتي وباش كنت أسح كنت تسكينها أمك زعما هاتين 30 ساعة الوعدة انا ثاني ساعه الفرحه كي كيني ام كي تخدم ما كي كيني شطوح الوادار ديسكي سهر فهمتي ماشي البديو كنت سكينه بليس سوفراج وادنا شويه فهمتي مزيح. هنا خياتي راح ندير الشوربه تاعي، شوفوا معايا الطريقه. درت شويه مسمن يلاه الله شويه سمن وشويه زيت، راح نزيد كميه تاع البصل. قيس هكذا كيلو تاع بصل، ماشي ماشي قطعته بالاشوار ولا ديرته بالغاب، قطعته بيدي بالمسبرك. هذا ما كان كي تسمي تحدي خدمه غادينا لاقين الشارفاني كوش زويره. خدمه شويه سمن شويه نزيت ثوالا مصابي باي لا كونتيتي شحال هذا منو اس خدمه ثوالا مثل الزيت جفصر هذه يجي واحد كيلو الفصر يزمث سفوسي يزمث جموس ماشي سفوسي وماشي فاه كنت دير ماشي الاشوار ماشي سلارا باش كنت دير صفارا هو ماني مال غان ذا قال لي حداي سعير كيجو بوكسو مغنمي اسر نوغ القسم كيجو تذمرت البروند بوليني اسر نوغ القسم كيجو تينا يا خياتي. هنا عندي كيلو لحم غنمي راح نزيد له كيلو تاع صدر تاع الدجاج قطعته هكذا هايليك قطعته هكذا مكعبات ولا مربعات هكذا تسمى ذي حدا يزمى ثاكني ذا يزمى ثاكن ذا مشطوح كلي أتقلوه مجاح مجاح ذا قيس نوغ الكمية المادنوس عندي كمية تاع مادنوس خياتي راح نخليه يتقلى مليح راح نخلي الشوربه تاعي تتقلى مليح. هنا الساعه راهي 4:30 تاع الصباح في حدا يلاقيني يلاقيني دقيض يا تولي مثلا مثل تنفث خاطر كذا كوزنتي وساعه مليح تنفث 4:30 اكزاكتومون الصباح جوست نكار ديك دول تماغ صبان كي دول تماغ نفذات ديريكت ذاكي مثل قجاو كلي يكسومني كذا جفصرني مليح يفادو كي ومانيس اسر نوغ ازاج كيلو دوردوج طوماطيش يرابين كيلو دوردوج في حذاي يا يثني فغانة ثاقيني لا كونتيتي كنت تشوفا القسن 50 العباد اما 60 كذا كيني 60 العباد شبد ربات شي طوح كان في 60 هنا خياتي شفتو معايا الطوماطيش كيلو ورطل تاع طوماطيش الحيطه راح نزيد لي زيبيس دركا كيما شفتوا معايا درت هذاك سبيسيال شوربه هذا كسبر اللي رحيتو معكم هذه حدايا مزواروني خدمه سبيسيال شوربه اكوز الكسفره كنت واجمث لاقيني دي فلفل فاركان راح نزيد فلفل كحل وبيان سور الملح واقيلا ما درتوش ولا درتو في الاول نسيت اكزاكتوم وقتاش درتو مع اللحم في الاول راح نزيد هنا كميه تاع الفلفل الاحمر اسنا واطي حدايا لا كونتيتيني فلفل زكوا وتخرج مثلا مثال خص فوسي وخطو زمين غاده راس اكيد كنت قرات جوج احمل غار غاده هذا راس صغون جهنا راح نزيد عود قرفه خياتي اسخ ماطي حدايا اعمود كان القرفه سي جوست ديفول فنا ماشي ما نقفرش القرفه راح نزيد الكميه تاع الطوماطيش راكو تشوفوا فيها لا طوماط كونسونطري في نتي تحدي شحال سريع ازال كي كين ثلاثه غونجاين في مقران ديننا هذا كنت دي فانا مليح مي ازال ثلاثه غونجاين في مقران فاصون خدمه مسكينه مشي كنت دي نقجو مليح مليح اما ثوالا متاك سومني زايني بدا يكتم السوق اللي هذا انا في حداي ذا قاس انا في زعفرين ثوالا مشدت سوق الخير مليح كي يتصار قالوا كلي ماشي ميدو ساعات يدك ساعه تحوي ساعه اما حال اما روي عندك اما الوعدك تسلتني نهار قزاني جمست قلو مليح ومن بعد ما رقمت ذا قيس الساعه ها كنتي درت حداي
الفنه السخانه في الشكيت الملح وترى مثلا خير لا توجور كنت كونسيها في الملح ذا قيت سلا شطح بما اماني مزغج كان خاطر شغل ساعي غير زعما كي حاجه تم قاعد تقول شات زي زي غمان راس كان اماني مزغج اسمع قرا ما تيفتو سني كان ما تيفتو سني في حدايا تسمع قنا وتبيضه راه مليح خياتي راح نزيد هنا بعد ما تقلت مليح مليح الشوربه تاعي راح نزيد عليها الماء الماء كان سخون برك ماشي مغلي ما كاش عندي هكذا قدر كبيرة باش نغلي فيها الماء درت فقط ماء سخون راح نخليها تطيب على غرضها اكيد فهمتي حدا اذا كي مرقها في ثيكلت يعني ماشي زعما قيمه وكش طوح بوامن القسنو ولا قسنو وكي خاطر قمم في ثيكلت ماشي رمت في ثيكلت اذا كي نسير كي يجو الفريك ني العادي ذا زيزا ونوس على غرا كلور خياتي عندي كيلو تاع فريك يكون من نوعيه مليحه باش الشوربه تاعكم تخرج هكذا شابه بنهينه الله الله وتفرحوا بها الضيف تاعكم ولا الوالدين تاعكم ولا المهم اكيد كنت اكلي كنت ناري حدا يستخدم التجر ما تروح متدا مثل الفريك يعني متاسف كان هاد لا كاليتي لها نقص زعما غير شويه بارابور وانا نظن مي جو بريفير دا نو 5 جاف 10 جاف في الحجه باش كنت داير واحد الجهه وما تدا تولم تيجي كي راه تيجي والفريك كان ضوراتك واش ما يجي بويسي دور كزي وما كون ديني تجي مع عون وقارو تجي تحس غير تسرح شوجا من السلي بات من السلي بات فاصون الفريك العالم جات تقرم تسمى تاوم في الزيزو ما ما تسيري دم تي تغيم تجو الزيزو تقرا لا كولورني مي ما ثولم تقرا لا كولور خاص رسم تاعي في ديريكت السبوي مثال وانا خياتي راح نواصل في التحريك هكذا كي ندير هذاك الفريك باش ما شغل ما تغفلوش عليها لازم اشاك فوا تحركوها مليح سينو راح تتلصق لكم الشربة في القاع يا ونسيت زدت لها كمية بول تاع تاع الحميصة بصح نسيت ما وريت لكمش هذيك المرحلة تعرفوا كي يكون هكذا شوية بروغرام شارجي ما تقدريش تديري كلش في الوقت لكن كنت ناتي حدايا الشارفة انا غاس البول الشارفة نلحمص تيتسينكين وتيتسيت في الميغالة ذا قيثونا نروح نكمصي نسوب سكسوني ذاون خياتي هنا راح نبداو نطيبو في هذاك الكسكس بالنسبه للكسكس تاعي قلت لكم هذوك لي كويس نطيبهم وحدهم وهذاك والصدور راح نطيبهم وحدهم باش تكون يكون طياب تاعهم سوا سوا ما راحش نغلط فيهم بالنسبه للتتبيله تاع الكسكس تاعي ياك شفتوها معايا ديجا في الفيديو الأول. اكني كنت انا في حدا اذا جيني كنت اكني كنت انا شغل لي كويس ني ثق صفوره ني لي كويس ني ثم صان كل ممكن سنتقى اثن سبا واحد سنت في ذمار ثني داغن اثن سبا واحد سنت باش تيجي ام كي يبكني ام كي ثب ام كي ربونت ثبونت سوا سوا ثبونت كيف كيف ام كي ربونت ماشي مي روح غاتك سا الى قابا اذا غنت فضوك يتجمع استاذ هاتكسر ثق صفوره ني غاتكسر تفهم مثلي دابا باش فا كنت ديني سبوا يمثي ذمار واحد ما ثيري لا كونتيتي يا كنت تهضر يا سبوا يمثي قصفوا واحد في ثمانية واحد سنتين كذا قلت لكم مسار الصباغة في قصفوا انا قلت نسى اثنتي تكسر نسار صغاريف اسقيني اثمير غات جمعة هذا نوع داغن السبا داغن في ثمانية داغن واحد سنت تفهم مثيل قجوم تمليح مليح في حذاي باش استانو بثاغن ذاقيني القيس كيلو دونروج طوماطيش خياتي راح نقليه مليح مليح الدجاج تاعي ومن بعد راح نزيد عليه كيلو ورطل تاع طوماطيش ملحيه كيما راهي بالكم نورمالمون راه واضح وتشوفوا كيفاش راني نقلي فيه برك بالعقل باش ما على خاطر تعرفوا الدجاج به به طيب باش ما نخسرش هذوك لي كويس هكيني كنت ناتي حدا اذا جيني ما ثقلو متيا زيضني وكلي شغل سيمتا تدوار مثكن سلاق سلاق باش كي نكون تسخسر نتاعك تقصفو ظني كنظام ذي قصفو ظنا ناثي مصادن على الكويس شغل بيه تبا صافي يكون متي سيم ثامي سراقلكن في كمتاس الوقت تفاصل الزام شحال ماكسيموم ثلاثة سوايع أربعة ونص نكار دار أربعة ونص ثمانية غير لا إله إلا محمد رسول الله سخسيها فورنوين ومن بعد نروح نهقد كلش
فغياتي راني مرقت، راح نمرق قيس ما يطيب الدجاج تاعي. سي جوست امكن كيفاش نقولوا، سي جوست يبان شويه هكذا كما من الفوق، فوق هذاك الدجاج، وراح نغطي عليه ونخليه يطيب. هذا ما كان، لكن دوله مثلي حدا مرقه، مرقه كان ريف الكوتي باش السيجي غير كي يزيدني. اون بليس السمارقه كان شي طوح، شي طوح كان سالا غامان امي خادي بو يزيدني، كان شي زوز دي غوم يزيدني غاس هذا غوم كان لي كويسني ناثي دمريني امي خاري بو يزيدني الشاشور غامان اما يزيدني خطا يلقى يزيدني ما تدني كسك سقي الا قد ياوي الفن فهم مثيد داك كتسوى مثلا سانو ثيق ثبو مان ثيق كان ثان ثوا جامد شحال سانا جوست دغومونت لي كويسني دايا كي كان خاطر فيغ ما تكسا يزيدني شغل ما تشضى يزيدني وتسكس ضرا يورا ذوك لي ما تشضى تشضى سوا ساعة ساعة شطحني الملح ساعة شطحني لي زيبيس ساعة فهم مثيد اسانو ثوبيت طوماط لا طوماط كونسونتخي ثوبيت طوماط تقفوش كنس نقارنو كنس قبيلت خياتي بالنسبه للماء ما تديروش بزاف سينو الدجاج تاعكم كي تنحيوه من كي طيب تلقاوه هكذا كي من الداخل شغل ماشي مشرب مليح ما عندوش هذيك الملوحيات تجي بنينه في اللحم فهمتوني شفتوا الكميه القليله تاع الماء اللي عفوا اللي ضفتها للقدره تاعي وراح نزيد نص الكميه تاع زرديه هنا زرديه عندي 3 كيلو تاع زرديه راح نقسمهم على زوج على زوج على زوج نص الاول راح نديرو هنا في ليكويس ونص الثاني راح نديرو في واسمو في الصدر في الصدور تاع الدجاج لكن كنت ناهضه هذا اذا كاين ساعه 3 كيلو زرديه تنفضوا في سين نفصه ثرا غير لي كويسه كي نفصه ثرا نفصه ثرا اسمي زوين انا الثمارين عفايل هكا كيني اسغو ما غاتجا هذي اذيوب سريع قلي سون اتوندون كي نتلخصو كلي تلخصو كشغل نظن ما تسكتو نتي حذاي اسرا إذا زوارة غا صفورة يونو فيذا صفورة غا فمان هنا بالنسبة للكسكس خياتي عندي 5 كيلو تاع الكسكس 5 كيلو ورطل هكذاك 5 كيلو ورطل هكذاك حدايا نسكتو ذاكيني اث نسير دعوكم مزيح اث نصفور كلي اث نسير دعوكم مزيح اث نسير دعوكم مزيح اث نشطوح نزيد هذي فتسوك بيان ومن بعد الصفورة هذيك تمزوها تفامان سينو شان داد امي بزاف راه يبارك 5 كيلو ناس 6 كيلو نسكتو امي خدم هكينا امي في سن شغل نفاك تصبط اذا زوال غا صبغا فامان تفوارا تمزوها تفامان تفوارا تسنات اف المرقان بالنسبة للصدور نفس الطريقة اللي درت بها لي كويس راح ندير بها الصدور تاع الدجاج بيان سور ما تنساوش هذيك المعرفة تاع واسمو تاع لا طوماط كونسونتري هذا قلت حدا كي كنت دنيغ كيف كيف امشي صباغي تي زمريني ارا صباغ ارا امشي صباغ تي مصادنا صباغ تي زمريني ها ثاين ذاكيني مي صباغ كلوش كساتي دو كلي هنا عندي 5 كيلو تاع مونجتو كيما قلت لكم طيبتهم جوست جازت فيها جوست خذات غلياء نحيتها لكن كنت ناهضه حدا يدينا مونجتو نساع 5 كيلو مونجتو جوست تو زايد كانت بودا زايا مزواروق كسات سيدي حدا باش يطر ذي قالك كوماني كل يطر ذي قالك كسقيني ما تسبا ذاكي نساع 3 كيلو ورطل الكورجيت عندي 3 كيلو ورطل تاع الكورجيت خياتي وعندي قيس 600 غرام هكذاك تاع الحميصه كانت طايبه وحده تاع واحد 600 غرام هذا شطح واحد 700 غرام خاطر خدمه كيلو شطح على اختي اي شربني شطح الباقي خما في الذاكيني راح ندير بهذه الطريقه راح ندير قبل موجتوني لتحت من بعد الحمص ومن بعد هذيك لا كورجيت من الفوق لكن كنت نهدي حدايا تخدم مثل المونج دوني القاع اتنوم ثم بعد الحمصني اتنوم لا كورجيت السفلى ومن بعد ثن كتوالي متوقيني ذا سقيني مزوار سوي الصباع في مصاضني ناثي قصفوطني ويا زيد وقيني ذا سقيني ويسين كوشو الصباع في ذمريني ولا مثل كيف كيف الدفاع وشو كوشي مخرج فنج وكذا لمثي كيف يديني مثل الصح ذا قلت يا حداي خياتي استعرف خياتي بالنسبه هنايا للمرقه الاولى درت هذوك تاع لي كويس ومن بعد زدت هذيك المرقه تاع الصدور تاع الدجاج ومن بعد كي يجي بالغليه كي نشوفو بدا يغلي راح ندير عليه الكسكس تاعي باش يفور لي للمره الثانيه ويجيب هذيك الريحه تاع طعام المليحه الشابه وهكذا لكن كنت ناهضه حدا اذا قلت لهم يدي بويا كزاك اسخذ ما
هذا راه غادي فورتي كلتي سمان هنا كيما تشوفوا راني بديت نسقم في في الدار هذه كيما تشوفوا البيت تاع فؤاد درتها درت فيها طوابل هنا الصالون تاني كيف كيف درت فيه طوابل وبدينا نسقموا الحاله قبل ما يلحقوا لكن توا مزيان حدا يدينا خدمه كلش تاخذ تسدي ايما تطاحت في الزقه وين سقسينا كل في اللي نسمض راسك خلي خلي نسلم هادي يا بتاع دوكا في الوادي قد خرم الله اللي ان شاء الله عين السحاب ان شاء الله هادي يا بم يوم عدد خير الله ان شاء الله ان شاء الله صحيح ايه العماش الله يبارك صحيح صحيح كما شفتوا معايا جداتي كانت تدعي لكم وتقول لكم شكرا اللي كامل البنات اللي سقساو عليا دعت لكم شحال وهنا خالتي كانت معنا وبدات تدير تقسمنا في الخبز وتعاوننا في شاستين دخلتي شاستين دخلتي صحيت امي وهنا خياتي راح نخليكم شويه مع هاد الاجواء الحميمه واش نقول لكم جازت روعه روعه فرحت شحال هما تاني فرحوا شحال خليكم اذا مع الفيديو هي كانت هذه كنت دجاج طاح يقدر الفيديوهات وليمت مره مره نتقام على راس سما تواليمت لومبيونس لي كوش من لا كل تفازون اش كذا اش كذا اش كذا تفعمتي هي لا فيديو انا خياتي بيان سور ما نخليش ضيافي يروحوا بلا قهوه راح نبداو نطيبوا في القهوه وكيما تشوفوا هنايا بيان سور طيبت شويه حلوه انايا نص نرجعها لهم ونص رايحين نستقهواو بها وهنا زاد راه جديد جاب هكذا دي جينواز دي ميلفي فاصون واش نقول لكم جازت وعده الله يبارك فرحت شحال لكن كنت نعطي حدايا بيان سور ترجع غادي نبداو نروح للقهوه كنزال ما كنتش القضيه اذا قاتني كمان ما طاف كنت زعما تسني خدمه كي كنت شطح من الحيوا كلي اذا راني انا غير بدو الكازي وكاني ملفاي ريجين وازي كلي انت بنا نوع نسرت كوفتي كلتي لاج خفاف شكاع يدينا الخفاف خاطر ودو سالا غير نقدر اما يكون بيبا صافي تنظم به شويه ودو سنة لا غني غير دغاد سون على كل حاجه ولا نوي غاد نوي غاد تسمى لا مي داير الله غاجب داي نجيك شويه بفا مي اثاك على مي سلكيا اني دير كازي وتسجع على كوجي ما كيما هو غاد زار بفا مي كبي مام تفاصيل شاسيني اسيني غا بيكني قا نزار شاس دينا اني سني غا دروس اني سني غا كازي ودروس خياتي بيان سور كيما تعرفوا بابا ويما ما جاوش في الاول في الاول عن بالي راح يجيو بصح الله غالب بابا ما قدرش الو قعدت معايا ما بصح رجلي ربي خليه تاج فوق راسي ما خلاهاليش في قلبي اداني كيس لكنا كامل اداني لدارنا وشفتهم وطمنت عليهم ولقيتهم الحمد لله هي كاعتي حدي كمل لا فيديو ما سجلها كنت كنت نافقيني شغل وترجع غير نفقاوني واضح نبدا القهوه وترجع غير نلقاوني نفقاوني واضح نبدا ترزف ذاك النقار نكوني اينوك يوم الزمله غتخدمه خدمه ان شاء الله يعجبسنا كل حال ان شاء الله يعجبسنا الحال ان شاء الله هذا غنكون واذا غنتاني يعجبكم الحال ان شاء الله تبوي ممكن كي تطيح للفايده صغوري ان شاء الله ثيرا وين نقول لك هذا يخدم الوعاذي هذوك ان شاء الله تستفيدين شويه كيما جمتي هي شطاها كي دقيقه من كنت تخدمها شويه لا ميوزيك كيما جمتي هذه Thank you.
كما تشوفوا خياتي، كما قلت لكم راح نسربيو القهوه بيان سور للنساء والرجال. الى هنا خياتي، واش نقول لكم؟ لحقنا لا فان تاع الفيديو، ان شاء الله استفدتوا بالبزاف معايا، ان شاء الله القعده تاعنا عجبتكم، ان شاء الله الفيديو تاع اليوم عجبكم تاني. واش نقول لكم؟ ما تنسونيش برك باللايك وبالابوني والبارطاج واكتيفيو لاكلوش باش يلحقوكم لي نوتيفيكاسيون تاع الفيديوهات تاعي الى فيديو اخر ان شاء الله. هي كاعتي حذايا كنت ناقي ممثله هنا ذي تلويث. الا فيديو ديستن ان شاء الله، ان شاء الله لا فيديو بسكي تعجبكم، ان شاء الله تستفيد ديم سيدي سولش طحش تاعك نكون قرا قيم في لهنا دي تلويث ارتي مليلي اتا تا 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 حدايا بسيف اتا تي حدايا ليلى تبدا الميناج كنت تشري تاع الدوره الدوره لا كامل ستوني مثلا ما ديك حدايا ان شاء الله تفيد تجي تخدم لنا ميناج تبروفيتي تبروفيتي انت كتويت بوضا شام خدمه كيف بدا يوكسي أخاف لون أخاف لون أخاف لون